تطلق شركة ديزني في 24 من هذا الشهر فيلم النسخة الحية لقصة علاء الدين، وهو الصعلوك الذي يقع في حب أميرة بلده أغربة الأميرة ياسمين عندما يلتقي بها في السوق ويستعين بجني مصباح سحري ليجده في كهف العجائب لكي يحوله إلى أمير يتزوج منها. وهذه النسخة مقتبسة من فيلم رسوم المتحركة علاء الدين الذي تصدر إيرادات شباك التذاكر عام 1992. ورغم أن القصة ديت مبنية على التراث العربي إلا أن ذلك الفيلم قبل بالاستنكار من قبل الجالية العربية بسبب تنميطه للعرب وحضارتهم، ولكن المرة ديت غيرت ديزني القصة ومنحت دور البطولة لممثل من أصول عربية وهو الممثل المصري مينا مسعود. يعني أنا فرحان إن أنا أقدر أعمل الدور ده، وأفتكر إن دي حاجة مهمة للعالم العرب وللمصريين عشان أنا طبعاً مصري. ما أفتكرش إن أنا كنت خايف من الدور عشان أنا كنت عارف اللي هم، بس أنا عارف الـ responsibility اللي عليا اللي أنا أعمل الدور ده وأعمله كويس، فإن شاء الله الناس تحبه يعني ويقدر يغني. فغيروا تفكيرهم شوية، تفكيرهم بقى عايزين نلاقي ممثل جامد. الرقص والغنى والتمثيل و ركبت جمل وحاجات كتير كنت لازم اتعلمها. يعني اشتغلت حوالي 14-15 ساعة كل يوم 6 ايام في الاسبوع. يشارك مينا ببطولة الفيلم البريطانية الهندية نعومي سكوت في دور ياسمين، والهولندي التونسي مروان كنزاري في دور جعفر، والنجم العالمي ويل سميث في دور الجن. ويل إنسان جميل جداً وطيب جداً وموهبته فظيعة يعني، فأنا فرحان جداً اللي قدرت أشتغل معاه. وI think برضو حاجة مهمة تعلمت منه اللي هو لازم تفضل نفسك يعني في المجال ده. كوميديا إحنا عملنا مشاهد، كنا بنعمل إمبروف. اتولدت في مصر ونقلنا تورونتو وأنا 3 سنين، مش كويس فينها في مصر ونقلوا حتى يعني بلد جديدة وحياة جديدة. هما كانوا عايزيني بس اللي أنا أقدر take care of myself يعني. فده كان تفكيرهم، فما كانوش فرحانين قوي في الأول بس متفائل. أيوة تحسن الوضع. أيوة أيوة. لا Great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes 3. يعني واحد منهم اللي انا اتمنى اللي حكاياتنا احنا حكايات العرب والمصريين والاكتر وتتشاف اكتر في هوليوود، عشان احنا عندنا حكايات جميله جدا لازم تتقال ولازم تتشاف. يعني انا كنت بفكر في الحكايه دي بقالي كتير، وايوه طبعا اتمنى ان انا اروح مصر واشتغل مع الفنانين المصريين يعني. فطبعا عادل امام اي ثينك كبر شويه يعني، كنت اتمنى ان انا اشتغل معاه يعني كممثل عرب ومصري في المجال ده. الحكايه ما كانتش سهله يعني، الادوار مش كتير، الادوار اللي بتطلع بتلعب ارهابي او تلعب يعني دور اسمه يعني عرب جدا، فالحكاية مش سهلة. بس أنا كنت طبعا عارف اللي دي هتكون اللي يكون بطل لفيلم زي ده يكون ممثل عربي ومصري، ويعني أنا اللي بعمل الدور ده. أفتكر اللي ده هيأثر، عندنا حكايات جميلة، وأتمنى الناس زي وزي رامي مالك ورامي يوسف وسام إسماعيل وكل الناس دي وكل الأرتيست الجميل ده يكون فيه أكتر مننا في المجال بتاعنا وهنا في هوليوود. فأتمنى اللي نشوف الفرق ده في وقت قصير.